سيدات السادة أعضاء المكتب السياسي، سيدات السادة النواب المستشارون، سيدات السادة المنتخبين، سيدات السادة أعضاء المجلس الوطني، سيدات السادة ممثلي وسائلي الإعلام، أيها الحضور الكريم، أزول في اللوم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في البداية اسمحوا لي أن أرحب بكم جميعا ضمن أشغال المجلس الوطني لحزب التجمع الوطني الحر، وهو الاجتماع الثاني بعد المؤتمر الوطني السابع المنعقد شهر مارس من العام الماضي، الذي توج بنجاح باهر رغم ظروف تنظيمه عن بعد لتزامنه في مرحلة الإغلاق والحجر الصحي، وذلك بفضل المجهود المتميز لكافة المنسقين الجهويين والإقليميين والمنظمة الموازية وعموم المناضلين والمناضلات. إن انعقاد المجلس الوطني في هدفية، ونحن نتواجد في موقع رئاسة الحكومة وقيادة الأغلبية، يشكل فرصة متعددة الأبعاد والدلالات. فمن جهة نحن أمام محطة لتقييم أداء الحزب على مستوى هياكله التنظيمية خلال السنة التي متعناها، ومن جهة ثانية هي مناسبة للوقوف حول مساهمة الحزب داخل المؤسستين التنفيذية والتشريعية وتكاملها في تنفيذ وتجديد أهداف البرنامج الحكومي. وهو فرصة كذلك أود من خلالها التعبير عن الشكر البالغ لكافة المناضلين والمناضلات التجمعيين، كل من موقعه، والتنويه بعملهم الترافعي المبني على القرب، وكذا وفائكم للتعاقد الذي يربطنا مع المواطنات والمواطنين، فضلا عن الحركية المتصاعدة والدينامية الاستثنائية التي تعرفها مؤسسة الحزب وهيئته الموازية. ونحن في هذه المحطة التنظيمية الكبرى، وجب التذكير أنه على إثر التكليف الملكي الثاني لرئاسة الحكومة، غداة الاستحقاقات الانتخابية ل8 سبتمبر 2021، والتي مرت في أجواء سليمة وشفافة باعتراف الجميع، لم ندخر جهدا للشروع الفوري في العمل الميداني من أجل تنزيل وأجراءات رؤية واضحة وفاعلة تستهدف تحسين واقع ومستقبل كل المواطنين والمواطنات المغاربة على حد سواء، انطلاقا من التوجيهات والتعليمات الملكية السليمة. وحيث أسرعنا بتشكيل أغلبية حكومية قوية بانسجامها وتضامنها حماية للمواطنين من تبعات هدر الزمن الأموي في الصراعات والهواجس السياسوية الفارغة، كما اخترنا المضي فيها التوجه عبر إقراء حكامة تدبيرية تمكننا من الأخذ بزمام الملفات الأساسية للدولة بالفعالية وبالسرعة المطلوبة. فقد أخرج هذا الإطار العملي منطق العمل الحكومي من دوامة التغذيات السياسية وفتح المجال للكفاءة والنجاح. حضرات سيدة السادة، إن حزب التجمع الوطني الأحرار وفاء لقيمه ومبادئه المرجعية الكبرى، وبفضل متابعة مناضليه وأبنائه الشرفاء، تمكن من قيادة المشهد السياسي الوطني في ظرفية جد متميزة من تاريخ بلادنا، مطبوعة بكثير من الآمال والتحديات والصعاب، حيث لم يكن أمامنا سوى الاجتهاد الخلاق والسعي نحو خلق قيمة سياسية مضافة حاملة بأحلام الشباب والنساء، مجسدة لتطلعات الأجيال القادمة. وقد تم تتويج هذا الطموح التجمعي بعرض سياسي وانتخابي غير مسبوق،
توخى الدقة والوضوعية في مقابلة أسئلة المجتمع الحقيقية وعملي على معالجتها وفق أسس حديثة، نال في الأخير ثقة المواطنين والمواطنات التي بوأته الصدارة في استحقاقات الثامن من شهر سبتمبر 2022، وهي استحقاقات 21، وهي الاستحقاقات العامة التي لم تكن بالعادية بالنظر لسياقها الزمني في عز تفشي جائحة كوفيد وتداعيها تداعياتها، وكذا بالنظر لحجم رهانتها كوعاء لترجمة أهداف النموذج التنموي الجديد. وهي مناسبة سيسجلها التاريخ بمداد من الفخر والاعتزاز، كما ستذكرنا على الدوام بجسامة الأمانة والمسؤولية التي قلدناها إياهم جلالة الملك تكريسا للثقة التي منحها لنا المواطن المغربي للمساهمة في بناء مغرب تقدم والكرامة كما يريده جلالته المغرب الذي سيمنح للجميع آفاقا واعدة وسيجد فيه الجميع طموحاته بسرعة وآماله المنتظرة. حضرات سيدة السادة، كما لا يخفى عليكم فقد انطلق عمل الحكومة في سياق يتسم بالعديد من التحديات والإكراهات التي مست كل دول العالم وما تلاها من توترات جيوسياسية تحيطها الكثير من التعقيدات، أهمها تداعيات الأزمة الأوكرانية وتوقعات تباطؤ النمو العالمي لأكبر ثلاث اقتصادات في العالم: الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والصين. والمغرب لم يكن في منأى عن ذلك، حيث أن التقلبات الدولية وما صاحبها من ضغوطات تضخمية وارتفاع أسعار الطاقة والمواد الأولية والغذائية عالمياً ألقت بظلالها على وضعية الاقتصاد الوطني وخلفت تكاليف إضافية بالنسبة لميزانية الدولة. وتعاطياً مع هذه الوضعية، فقد باشرنا كحكومة سلسلة من التدابير الهادفة لحماية القدرة الشرائية للمواطنين، إلى جانب استكمال دينامية إصلاح المهيكلة وإطلاق جيل جديد من الأوراق والالتزامات التي تضمنها البرنامج الحكومي وفق منهجية تأخذ بعين الاعتبار منسوب الانتظارات المعلقة وتستند إلى مختلف المعطيات المستجدة وطنيا ودوليا. ولذلك كان لزاما أن تتوجه مختلف الجهود الحكومية نحو تحقيق الأهداف التي سطرها البرنامج الحكومي بخطى ثابتة وبرؤية واضحة المعاني، حيث لم يعد من المقبول اليوم أن نسمح بإهدار الزمن السياسي والتنموي ونفوت على بلدنا فرصة حقيقية للانتقال نحو أفق تنموي متقدم. ولا شك أن سلامة المنطلقات ووجاهة المقاربات التي تبنتها الحكومة منذ الوهلة الأولى في ولايتها وفرت لها المناعة الكافية والصمود اللازم أمام التقلبات الدولية والأزمات المستوردة، مما ساعدها على التفاعل بالسرعة والفعالية والدقة المطلوبة للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين وصون كرامتهم، مع إعطاء الأولوية لمن هم أكثر حاجة، فكانت الأسبقية للأسر الأكثر فقرا وهشاشة، وذلك بالرغم من غياب الموروث للميكانيزمات الفاعلة للاستبدال. فبفضل اليقظة التي حظيت بها مختلف تدخلات الحكومية في ظرف زمني قياسي، تمكننا ولله الحمد من إسدال السيطرة على حصيلة محلية مشرفة، خاصة في القطاعات ذات الأولوية بالصحة والحماية الاجتماعية والتعليم والتشغيل والاستثمار وفتح حوار اجتماعي حقيقي لإرساخ مناخ الثقة، وهو ما سيؤهلنا بأغلبية متماسكة ومتضامنة بين كافة مكوناتها للمساهمة بفعالية
في بناء مغرب التقدم والكرامة وتعبيد مصاري التنمية وطنيا ومحليا. ونعتبر اليوم نحن كنعتزوا اليوم بالرصيد الحكومي الممتاز وفق التوجيهات السامية ديال سيدنا المنصور، حيث استطعنا في ظرف السنة الأولى البلوغ واحد النتائج اللي هي مهمة. أعطيكم بعض الأمثلة. قدرنا نجحوا في تفعيل وتغطية الصحية الإجبارية وفق الأجندة الزمنية اللي حددها جلالة الملك عبر رفع النسبة ديالها من 40 إلى 100%، خصوصا بعد إدماج حوالي 4 ملايين ديال الأسر من الفئات الهشة الزكسرانديست، واللي غادي تكلف الدولة بالأداء ديال المساهمة ديالهم. ثانيا، قدرنا في السنة الأولى أننا نضع أسس عرض صحي جديد قادر يستجد للحاجيات الوطنية، وعطينا للقطاع كل الموارد والتحفيزات اللي غادي تسمح له بالارتقاء إلى المستوى المنشود بشكل كيضمن المساواة بين الجميع وكذلك الجودة ديال العلاجات. ثالثا، الإيمان ديالنا بالمدرسة العمومية وأولويتها في المستقبل ديال التلميذ المغربي هو اللي مكننا من مباشرة إصلاحات عميقة في قطاع التعليم، حيث وضعنا خريطة طريق طموحة في أفق 2026 اللي من خلالها غادي نضع الاعتبار المدرسة العمومية والمهنة ديال التدريس، وغادي نقدروا نساهموا فعالية في تحسين جودة التعلمات والمكتسبات المدرسية والارتقاء بظروف اشتغالية. رابعا، تمكنت الحكومة من العمل على إنعاش فوري لسوق الشغل لمواجهة أثار الجائحة عبر خلق برامج شغل مبتكرة كأوراش وفرصة ودعم خيار المقاولة لدى الشباب. خامسا، قدرنا بفضل الحمد لله اليقظة ديال المصالح الحكومية ندعموا القدرة الشرائية للمواطنين، وفعلنا العديد من الإجراءات المالية والإدارية لحماية المواطنين من تقلبات الأسعار وضمان التموين، ودعمنا كذلك المهنيين ديال النقل وقطاع السياحة وعدد من القطاعات التي تضرر. سادسا، بالنسبة لأهمية الاستثمار كرافعة للإقلاع اقتصاد الوطني والتنموي، هذا الموضوع عطينا واحد الأهمية واحد المتابعة كبيرة داخل الحكومة، وقدرنا في السنة الأولى باش نحسموا في إخراج ميثاق الاستثمار التي طال الانتظار ديالو أزيد من 20 سنة، وكان وصلوا بكل جدية كذلك تحسين مناخ الأعمال ديال بلادنا كوجهة استثمارية قادرة باش تحقق الريادة في جلب المشاريع الكبرى لخلق فرص الشغل للشباب والتركيز على القطاعات الواعدة على المستوى الدولي بدون ننسى اتخاذ تدابير وتحفيزات لفائدة مغاربة العالم باش نسهلوا لهم الفرص ديال الاستثمار في بلادهم تنفيذا لتعليمات جلالة الملك المنصور. سابعا، نجحنا مع كل الشركاء الاجتماعيين الاقتصاديين وضع إطار منظم لمؤسسة الحوار الاجتماعي وتعميق الحوارات القطاعية، وخرجنا باتفاقات جمع اجتماعية مهنية اللي هي شاملة غادي تساهم في إرساء مناخ ديال الثقة وتعزز التواصل بين مختلف الفاعلين المعنيين في القضايا المهمة المستقبلية. أخيرا، فكل الإصلاحات الكبرى اللي باشرناها داخل الحكومة غادي تساهم مما لا شك فيه في تعزيز التوازنات المالية والماكرو الاقتصادية للمملكة، وغادي تمكننا من الحفاظ على مستوى عالي من الثقة لدى المؤسسات الدولية. مناضلات ومناضلي الأحرار، من حقنا جميع كأحرار أن نكون فخورين بالحقيقة بهذه الحصيلة، وخصنا جميع ندافعوا عليها وحنا بوجهنا أحمر، لأننا بالفعل في بعض المجالات خصوصا الاجتماعية قدرنا نحققوا في ظرف سنة واحدة داكشي اللي ما تحققش واحد 10 سنين. هادشي لأننا كنعتبروا راسنا في التعاقد مع المغاربة اللي داروا فينا وفي أغلبية الثقة ديالنا، وحاسين بالمسؤولية ديالنا أمام صاحب الجلالة أمام الشعب المغربي، ومازال غادي نوصلوا وقدامنا 4 سنين أخرى وأكثر إن شاء الله.
ومازال لأنه حقيقة ما إحنا إلا في البداية في المسار اللي هو مسار التنمية، وبرغم من المكتسبات العديدة اللي حققناها في السنة الأولى، وهذا الشيء برغم من المكتسبات العديدة اللي حققناها في السنة الأولى من الولاية، فقد أبت الحكومة إلا أن تضاعف الجهود لتنزيل مختلف تعهداتها من خلال تفعيل مجموعة من الإجراءات اللي كتصب في مصلحة بلادنا، في تضمينها قانون وضمناها في قانون ديال المالية ديال 2023، وهو الذي سيشكل انطلاقا حقيقيا لتنفيذ البرنامج الحكومي. فقانون المالية كيتضمن إجراءات عملية لتوطيد أسس الدولة الاجتماعية من خلال استكمال باقي مراحل هذا الورش، موازة مع الشروع في تنزيل إجراءات عملية لتحقيق الإنعاش الاقتصادي تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية وترجمة للبرنامج الحكومي منسجم مع مخرجات النموذج التنموي الجديد، كما يعكس بوضوح أسس الرؤية المستقبلية لمنظومتنا الاقتصادية والاجتماعية والمالية. إن كل ما ذكرناه يشكل نبذة بسيطة لما حققته الحكومة التي لنا شرف رؤوسها، والتي ولله الحمد تعطي ثمارها يوميا، ونحن نرى كيف أن المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية مثلا في تحسن كالسياحة التي حققتها العام مداخل قياسية وحققت نسبة استرجاع تصل إلى 112%، إضافة إلى ارتفاع قياسي للصادرات المغربية في كافة المجالات دون إغفال نجاح بلادنا في التحكم في نسبة التضخم التي تعد اليوم أقل ما هو مسجل في بلدان الاتحاد الأوروبي وأمريكا. هذه منجزات كتجعلنا نمضي في مسار التنمية بتفاؤل كبير، ولعل الأواش الحكومية القادمة غتعطي زخما أكبر من قبيل أواش إصلاح الإدارة وإصلاح منظومة العدالة وإصلاح قانون الشغل وإصلاح منظومة التقاعد وغيرها، بالإضافة إلى تفعيل السجل الاجتماعي الموحد الذي سيمكن في آخر هذه السنة من تعميم التعويضات العائلية على الأسر المغربية وتحقيق عدالة اجتماعية فعلية بعيدا عن مختلف أشكال الانتقائية والانتهازية السياسية. مناضلي شباب ونساء الأحرار، إن الأدوار الطلائعية التي يلعبها التجمع الوطني للأحرار للمساهمة في رسم مغرب التقدم والكرامة هي نتيجة طبيعية للاستفاف المستمر لمناضليه ووقوفهم إلى جانب القضايا اليومية للمواطنين والإجابة على أسئلتهم المطروحة والحفاظ على مكانة الحزب كفاعل في التحول الديمقراطي والاجتماعي التي تعرفه بلادنا. وفي هذا الإطار كتجد الإجادة بمنتخبي الأحرار وكافة هياكل التنظيمية والمواجهة التي كان لها بإشراف من المنسقين الجهويين المحليين دور هام في النتائج المحصلة، وينتظرها دور أهم في المحطات القادمة. فالجميع مدعو من انخراط في دينامية الأحرار ومواصلة العمل داخل الميدان تكريسا لسياسة القوم التي تميز عملها. فالحزب يجدد التعبئة ويشكل من تنظيمته الحزبية والموازية مجالا لعمل القواعد حتى يتأتى تأثير نضالها السياسي الذي يشكل قوة اقتراحية وترافعية ناجحة. ولقد اقتنعنا منذ البداية بأهمية التنظيمات الموازية، ولم نعتبرها أبدا رقما تكميليا أو فضاء للتأتيت، بل آلية لاستقطاب الكفاءات وتفعيل سياسة القرب والإنصات للمواطنين ورهانا حاسما عبر تمكينها من الموارد والدعم التنظيمي والسياسي. وها نحن اليوم نجني ثمار هذا الخيار التنظيمي، خاصة عندما يتعلق الأمر بالفدرالية الوطنية الشبيبة التجمعية التي تمكنت في وقت قياسي من تجديد هياكلها على المستوى الجهوي
بعد المؤتمر الوطني السابع ونجاحها خلال شهر أكتوبر الماضي في عقد جامعتها الصيفية بمدينة أكادير التي عرفت مشاركة أزيد من 5000 شابة وشاب ممن عبروا عن انخراط قوي في النقاش الهادف، وأكدوا أن هذا الملتقى الشبابي مشروع فكري قارب مجموعة من القضايا ذات الراهنية مكرسين مكانة الجامعة الصيفية لشباب الأحرار كأكبر ملتقى شبابي في المملكة، سواء من حيث عدد المشاركين أو من حيث التأثير. لا يفوتني أيضا أن أشيد بالدينامية الكبيرة التي تخلقها في ليرالية المرأة التجمعية التي نجحت بدورها في عقد مختلف مؤتمراتها الجهوية ومناقشة مجموعة من القضايا التي تستأثر باهتمام المرأة في أفق الاستعداد لعقد قمة المرأة التجمعية بداية شهر مارس المقبل بمراكش وبمشاركة ممثلات وممثلي عدد من الدول السابقة والشرقية. كما ستمكن اليوم المجهودات التي بذلتها في ليرالية المرأة التجمعية من بناء تصور واضح وموضوعي لمقاربة الحزب ومواقفه اتجاه الجيل الجديد من مدونة الأسرة كما تحدث عنه صاحب الجلالة، حيث يرى الحزب في قضايا حقوق المرأة من ناحية العدالة والتمكين الاقتصادي مدخلين أساسيين لتتمين أدوارها الاجتماعية والاقتصادية والدفع للتنمية. واليوم نفتخر بما حققته المرأة المغربية من إنجازات ولعل نجاحات نساء التجمع ممن يتقلبن مناصب مسؤولية سواء في الحكومة أو في التدبير الترابي، وخير دليل على ما تستطيع المرأة المغربية أن تحقق. مناضلي ومناضلات أحرار تعدون المقاربة الترابية للدنيا من بين أهم الأوراش الكبرى التي انخرط فيها حزب التجمع الوطني الأحرار، وذلك بهدف تعزيز سياسة القرب مع المواطنين كأحد مرتكزات التوجه الدولي ببلادنا، واعتبارا كذلك لكون المجالات الترابية أصبحت شريكا أساسيا لا محيد عنه في مجال إعداد وتتبع وتقييم السياسات العمومية، وبالتالي فإن إيجاد مقاربات ترابية ناجعة من شأنها النهوض بالأوضاع المحلية وتحقيق تنمية مجالية مستدامة. وفي هذا الإطار بغيت نذكر المناضلين التجمعيين على أن الإصلاح الجهوي الأخير أصبح يستوعب العديد من المعطيات التي تهدف لوضع تدابير للدفع للإصلاح الترابي في أفق بناء مستويات ترابية مثلى للوقت لتطوير التنمية وتمكين مختلف الفاعلين المحليين من المؤهلات الكفيلة لتنمية المجال الجهوي والتنسيق للتدخل الجهوي. وفي هذا السياق شكلت المؤتمرات الجهوية والإقليمية اللي ينظمها الحزب بعد مؤتمره السابع محطات ناجحة مكنت من ترسيخ فلسفتنا في الإنصات للمواطنين وتدعيم عملنا الميداني والسياسي، برهنت خلال التنظيمات الحزبية والموازية على أهميتها كرافعة كالدعم والقرب من المواطنين. فالإنصات للمواطن لا ينقطع عندما يتعلق الأمر بحزب التجمع الوطني الأحرار، باعتبارنا حزب العمل الوطني الأصيل المستمر، حيث يساهم الكل من موقعه في بناء هذا الصرح السياسي المغربي الاستثنائي والقوي بنسائه رجاله شبابه ومؤسساته. ولأن الأحرار واعون بأهمية المجال الترابي ويهدفون إلى تنمية الترابي المغربي، سنسعى كلنا
لتعزيز هذه الوتيرة من العمل داخل الفضاءات الكورية، حيث ستعطى نهاية هذا الشهر الانطلاقة الرسمية للجولات الجهوية للفيدرالية الوطنية للمنتخبين التجمعيين انطلاقا من مدينة طنجة التي تم الإعداد لها منذ أسابيع لزيارة عرض يهم تعزيز الوضع الاعتباري للمنتخبين وتقوية قدراتهم التدبيرية ومواكبتهم في إنجاح مخططات التنموية للجماعات الكروية نظرا لأهميتها في تكريس ديمقراطية القرب والإنصاف والاستماع، إضافة إلى تجميد التدبير الجماعي على مختلف مستويات لأزيد من 10,000 من المنتخبات منتخبات والمنتخبين التجمعيين في جميع جهات المملكة. من تم تكوين ديال الأغلبية لنا اختيار، اختيارنا كان أن التنسيق يكون مركزي ولكن عنده امتداد جهوي ومحلي، واختيار كان الهاجس ديالو وتسريع الزمن التنموي، لأنه بغينا جهود التنمية ما تضيعش ذاك الوقت ديال التجاذبات السياسوية، بغينا تكامل ما بين هو مركزي وما بين هو ترابي، لأننا نحن مؤمنين أن مسار التنمية ما يمكن ينجح إلا بتحقيق العدالة المجالية، واليوم غادي نعزو الحضور ديالنا في الميدان من خلال المنتديات الجهوية للمنتخبين الأحرار باش نستمعوا لكم، وغادي نكون حاضر معكم إن شاء الله في 12 جهة إن شاء الله. بالنسبة للاجتماعات بغينا نعرفوا رهانات اللي عندكم، ما بغيناش نجيو غير باش نسمعوا المشاكل والصعوبات، بغينا نعرفوا المشاريع اللي عندكم لصالح السكينة، التحديات اللي كاينة باش تنزلوها، ونشوفوا كيف يمكن نتعاونوا جميعا، وكيف ما هي عندنا غادي يتم تتويج هذه الجولات ببلوة عرض سياسي متكامل للحزب فيما يتعلق بتدبير وتجويد ودعم المجالس المنتخبة. حضرة السيدة السادة، حزبنا ماشي فقط غير قريب من المواطنين والنبض المجتمع، بل هو قريب أيضا من القضايا الكبرى للعلماء، عفوا القضايا الكبرى للبلاد، وأستغل هذه الفرصة لأنوها بالموقف الشجاع للبرلمان المغربي القاضي بإخضاع علاقته مع البرلمان الأوروبي قيم شامل لاتخاذ القرارات المناسبة بناء على تصويته على توصية تمس في السبيل التراكمات الإيجابية التي تم بناؤها منذ عقود بين الجانبين. وهنا وجب التأكيد أن المغرب الذي ظل قويا وموحدا ومتماسكا سيحافظ دائما على ريادته في مجال حقوق الإنسان والحريات الديمقراطية باعتبارها ثوابت دستور يتوافق عليها جميع المغاربة برعاية جلالة الملك نصر الله. ولا يفوتني أيضا التنويه بالمكاسب التي حققتها الدبلوماسية المغربية تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس نصر الله فيما يتعلق بملف الصحراء، وهو ما يعكسه جوال الاعترافات الدولية بمغربية الصحراء وتواصل افتتاح قنصليات مجموعة من الدول السابقة والشقيقة بالأقاليم الجنوبية المملكة كتتويج لوجاهة المقاربة الملكية في تطوير هذه الملف باعتباره النظارة الذي ينظر بها المغرب إلى العالم، وهو المعيار الواضح والبسيط الذي يقيس به صدق الصداقات ونجاعة الشراكات كما قال جلالة الملك نصر الله. في هذا الإطار من اللازم أن نشدد على ضرورة تماسك الجبهات الداخلية ومواصلة التعبئة الشاملة لكل المغاربة أينما كانوا للتصدي لمناورات أعداء الوحدة الترابية للمملكة، دون أن ننسى الإشادة بالأدوار الكبيرة التي يلعبها مغاربة العالم في الدفاع عن الوحدة الترابية
من مختلف المناظر والمواقع التي يتواجد منها. وفي الختام أستغل جمعنا هذا لتذكيركم بضرورة حضور قوي على مختلف المستويات لإسماع صوت الأحرار عاليا والدفاع عن مصالح الوطن والمواطنين وتعبئة كل الجهود والقيام بمبادرات جديدة هدفها الاستماع لنبض المواطنين دون إغفال التواصل مع الرأي العام من أجل تنويره والاستماع إلى مشاكله حتى يبقى حزب التجمع الوطني الأحرار على قدر عال من التفاعل مع مطالب وانتظارات المواطنين باستمر الحزب في الوفاء لفلسفة آبائه المؤسسين كهيئة سياسية تؤمن بالإنصات والقرب والتواصل مع الرأي العام. شكرا لكم.